بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل هذه الدروس لشرح مقرر تنظيم حاسبات واحد ضمن مواضيع الباب الرابع Programming the Basic Computer. ننتقل إلى الدرس التالي. في هذا الدرس نتحدث عن ثلاث مواضيع. أولاً Input Output Programming، وفيه نوضح كيف تتم البرمجة إذا كان الحاسب يريد أن يتعامل مع منافذ الإخراج والإدخال. الموضوع الثاني Examples of Input-Output Programs، وفيه نعطي مثالين لكيف ندخل كاركتر إلى الحاسب وكيف نخرج كاركتر من الحاسب. ثم نختم بالموضوع الأخير وهو Assignment، وفيه نختبر فهمك لمحتويات هذا الدرس بإعطائك الفرصة لمحاولة الإجابة عن سؤالين. نبدأ بالموضوع الأول Input Output Programming. نحن نعرف أن الرموز تستخدم لكتابة البرامج باستخدام سلسلة من الكاركترز أو الحروف. Symbols used to write programs are strings of characters. الرموز التي نستخدمها لكتابة البرامج هي مجموعة من الكاركترز. كل كاركتر من هذه الكاركترز يشفر بباينري كود طوله 8 بت. Each character is assigned an 8-bit binary code. يعني مثلا حرف الـ A له كود من 8 bits، حرف الـ B له كود وهكذا. A binary coded character enters the computer when an input instruction is executed. دائما الحاسب يظل يراقب طلب تنفيذ عمليات إدخال تسمى input instructions. إذا كان وجد أن هنالك طلب لإدخال characters ينفذها. ونفس الشيء a binary coded character is transferred to the output device when an output instruction is executed. أيضا يظل الحاسب يراقب إذا كان هنالك طلب لنقل محتويات الأكوميليتر إلى منفذ من منافذ الأوتبوت. إذا وجد هذا الطلب ينفذ العملية. والأوتبوت ديفايس في هذه الحالة يطبع ما يناظر الباينري كود للكاركتر الذي طلب طباعته، فيحول المطبوع من باينري كود إلى أحد الكاركترز A, B أو غيرها. Examples of input and output programs. هذين مثالين، الأول برنامج لإدخال كاركتر إلى داخل الحاسب أو داخل الأكوميليتر ريجستر، والثاني برنامج لإستخراج كاركتر من الأكوميليتر إلى منفذ أوتبوت برينتر مثلا. ماذا يفعل الحاسب في حالة التعامل مع البرامج لإدخال كاركتر؟ يظل الحاسب يعمل تشيك للإنبوت فلاج. الإنبوت فلاج هو فليب فلوب كما ذكرنا في درس سابق، يحتوي على 1 بت. هذه ال 1 بت قد تكون 0 وقد تكون 1، وعلى الحاسب أن يتأكد من محتوى هذه الفليب فلوب باستمرار. فإذا وجد أن محتواها يساوي 1 فهو لا يذهب إلى التعليمة التالية في التسلسل الطبيعي للبرامج، وإنما يذهب لتنفيذ هذه الـ Input Instruction. إذا كان هذا الفليب فلوب محتواه صفر، يعمل الحاسب Branch to Check Again، فيظل يعمل Check بينما هو ينفذ تعليماته الأخرى إلى أن تصبح هذه الفلاج بـ 1. إذا أصبحت الفلاج equal 1 ويوقف تنفيذ التعليمات الأخرى ليتعامل مع هذه الـ Input Character. إذن if flag 0 branch to check again، تأكد مرة أخرى. ولكن if flag 1 فأنت الآن تتعامل مع input character. هذه هي input instruction. عمليات الـ input characters لا تظهر في الـ output بمجرد الضغط على الكاركتر في الكيبورد، ولكن لظهورها في الـ output مثل السكرين أو البرينتر يلزم output character، لذلك وضعت هذه الـ instruction هنا. فهذه مثلا معناها print character. إكمالا لعمليات الـ input character يحصل تخزين للكاركتر الذي تم الضغط عليها في الكيبورد، لذلك التعليم التالي هي store character. يتم تخزين الكاركتر التي تم ضغطها في الكيبورد. هنا يقف الحاسب halt. وأين يتم تخزين الكاركتر؟ في هذا الليبل الموضح بالكاركتر كوما، store character
here في هذا الادرس. هذا الليبل يوضح symbolic address. إذن اكتملت عملية تخزين الكاركتر store of character بنهاية هذه السطور. هذا مثال لبرنامج to input a character in the accumulator. المثال الثاني هو برنامج to output one character from الاكوميوليتر. في هذا المثال يبدأ من هذا السطر load character. الكاركتر تأتي به وتضعه في الاكوميوليتر لأنه من الاكوميوليتر يستطيع أن يذهب إلى منافذ الإخراج. load character. طيب في السطر اللي بعده check output flag. في الليبل كتبنا COF. هذا symbolic address لنختبر فيه هل الاوتبوت فليب فلوب يساوي واحد ام يساوي صفر. اذا كان يساوي واحد نجد ايضا skip on output flag. يعني اذا وجد هذا الاوتبوت فلاج يساوي واحد لا يذهب الى التسلسل الطبيعي للبرنامج وانما يحاول تنفيذ هذه التعليمة التي فيها طلب من اجهزة الاخراج. check output flag again لو كانت صفر. وbranch to check output flag اذا كانت الاوتبوت flag ب0. اما اذا كانت ب1 فيبدا تنفيذ الاوتبوت انستراكشن. اذا كتبنا هنا out instruction output character تبدا من هنا. halt يتم اخذ الباينري كود للكاركتر وترجمته واعطائه الى الاوتبوت تيرمينال. في هذا السطر نجد ان السيمبوليك ادريس هو كاركتر وان المحتوى لهذه التعليمه هو الهكساديسيمال 0057 وهذا معناه ان الكاركتر الذي يطبع هو W. من هنا نعرف ان W تمثل ب 8 بت هي 0101 هذه هي الخمسة و 0111 وهذه هي السبعة. إذن هذه هي الثمانية بت التي تمثل الباينري كود للW ولكنها موجودة ضمن instruction كامل. عدد البيتس فيه 16. إذن نكمل البيتس بالصفر وتصبح 0057. هذه التعليمة معناتها الكاركتر المطلوب هو هذه الـ 8 بت اللي هي بالهكسا 5 و7 فتظهر هذه في البرينتر أو في منفذ الإخراج المحدد. والآن بعد أن شرحنا تعليمات الـ Input Output Instruction وكيف تكتب برامجها لإدخال كاركتر إلى الأكوميليتر أو لطباعة كاركتر كان موجود في الأكوميليتر نرجو منك أن تحاول هذه الأسئلة إذا كنت قد استوعبت كل دروس الباب الرابع عن Programming the basic computer. هنا سؤالين للمحاولة. السؤال الأول write a fortran program to subtract 92 minus 17. أكتب برامج بلغة ذات مستوى عالي وهي لغة الفورتران لطرح 17 من 92. عليك أن تكتب جميع أسطر البرنامج حتى تكتمل تعليمات لتنفيذ عملية الطرح المعطاة. السؤال الثاني What is the difference between the machine instruction and the BCD instruction؟ هذا شرحناه في درس سابق في هذا الباب. أرجو مراجعة هذه الدروس لمحاولة حل هذا التمرين. وبذلك بحمد الله اكتملت أبواب مقرر تنظيم حاسبات 1-4 ونلتقي بك في دروس مقرر تنظيم حاسبات 2 لنواصل أبوابا جديدة من هذا الموضوع وهو Computer Organizations. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشكركم جزيلا على متابعة هذه الدروس.